واش اخوتي صافا بخير امورانيه؟ هذا فيديو واحد اخر وهذا الفيديو سبيسيالي شويه وبقاو معنا. مرحبا اخوتي، ها بغيتي تقولها صافي. المهم اخوتي نهضروا على هاد الانتقالات اللي داروا الجيش الملكي وشكون يجدد وشكون ما يجددش، وحنا رانيشين نقولوا شنو واقع وشنو كاين. نبدا باول واحد، هذا جوزيف، على انت اخويا هو ودوش ها فانت وليتي ما بغيتش جداد حكا ولا كيتماطل حكا، غنشوفو مع موراكم فين مو سلعتي لا لي ضربتينا بالشعه. هذا مشكلتنا حنايا، كنكبروا البنادم من الشان ومنو نيت بلا ما ندور عارف شكون تيقول لهم راه كيموت على اللوغو احسن من المدرسه احسن. هاو دابا باش يجدد سي نورمال عادي، هادي راه دازوه ما احسن منه، لقيتي البطوله مشتته ما عليناش. حيدو بغيتي تجدد مرحبا، بغيتي تجدد وانتو بلا كون على يقين ما غاديش يجدد هذا. انا نقول نكملو ندوزو لصواب اخوتي، الصفقه الثانيه صواب. حنا عارفين هاد الصفقه مش نشطا جميل، ولكن حنا راه ماشي ضدك اصاحبي، حنا راه معاك اصاحبي، ولكن انت واش غادي تجيب مورا مزيان ولا لا ما عليناش. خي صواب حنا عارفين شكون اللي جابك، فلاح كان اليد في هاد القضية هادي، فلاح راه مشدش حتى الشباني مشدوش، سيمانا هو معاه مشدوش، قال ليهم كونكو راه صواب مزيان هادي هادي، المهم 3 سنين. حنا بغيناك تجي ما تكونش واحد المورا الهاوط، اما ماشي تقولي ما تلعبش تلعب، علاش ما تلعبش؟ تقاتل على براسك كتلقاها هي، ولكن انت واش غادي تجيب واحد المورا لداكشي اللي كنتي بغيتي؟ اه الحلم ديالك ولد الرباط الجيش الملكي فريق كبير هادي وهادي، من حقك نقول هادشي هذا، وراه كلشي راك عارف نايض عليه الزقه في هاد الصفقه هادي، تقدر تكون مزيانه ليك انت تقدر تكون خايبه ليك. و سي فلاح بغا يدخل قبلي في الشريط بلا ما ندوي على هادشي هذا، حكا كونكو عارف قبلي محبوب عند الناس والجمهور الرباط. المهم هادشي هذا ما كيصلحش فهمتي للجيش الملكي في هاد الاوقات هادي. والفيديو اللي درت قبل من هذا كلشي الحمد لله كان معايا، وكاين اللي كانوا في اتصالات وهادي، ولكن هادي ما درنا والو، حنا كنتاقدو انتقاد بناء. وندوزو الصفقة الاخرى، فاتي. فاتي البارح دار واحد اللايف وكان واحد السوء تفاهم انا وياه، طلع شي واحد معاه في اللايف هضر لي على الوداد هادي هادي، فاتي ما قصد والو هضر عادي، ولكن انا ملي طلعت معاه في اللايف هضرت انا وياه بواحد الطريقة تقطعت لي كونيكسيون فاتي، هو تيقول لهم انا نتقاد في التيران ما عليناش. هضرنا في التليفون شي ثلث ساعة صراحة قنعني، هضر معايا هضره ديال كيف يقولوا لهاد الناس ابار الكره، زعما قال لي عندي وليدات قال لي يحاسبوني لا في التيران الا ما متشوا با تردوا لي هادشي كامل، انا ما خلى لي ما نقول. وحنا نشوفوا اخو فاتي على داكشي اللي بغيت نقول لك، عند الجيش راه كبيره على اي واحد بغى يلعب فيها. وندوزو لك با طنقارة، طنقارة هو ما بغيش يكمل، تيقول لهم انا باغي نمشي في حالاتي، كيقولوا ليه ما غاديش تمشي غادي تزيد معانا، الدري باغي يبدل الاجواء. رانا كندير هاد الشيء هذا راه اللي كنقول اللي تيتقال في الشارع واللي عارف عند اي واحد تي خاصو يقول هاد الهضره، انا راه قلتها وقلت لك انا مش خايف حتى شي واحد ممكن تحاسب مع حتى شي واحد، ما عنديش المشكل انا عارف واش كنقول، ولي قلت شي حاجه غلطه يصحوها لي الناس. المهم اخوتي بقاو معنا في الفيديو الجاي، يكون مش نشاط تعلوا ليا فراسكم. مرحبا اخوتي، ها بغيتي تقولها صافي.